وهو تراجع أسعار الأعلاف في بلدنا الأيام الماضية بمقدار 2000 إلى 3000 جنيه للطن. وعايز أقول لحضراتكم إن سعر كيلو الدواجن الفراخ البيضة الحية اللي برشها قفز قفزات من أوائل الخمسينات جنيه للخمسة وخمسين للسبعة وخمسين للتسعة وخمسين للستين، 61، 63 جنيه، 65 جنيه. حاليا أسعار الفراخ البيضة تراجعت قليلا وسجلت أو سجل الكيلو في قرابة 61 جنيه. وإحنا داخلين نقترب من شهر رمضان المعظم كمان 8-9 أسابيع، يا ترى أسعار الفراخ البيضة هتبقى إيه في رمضان؟ الحاجة التانية، هل تشهد أسعار الدواجن انخفاض في أسعارها؟ طيب لما أجي أقول أسعار الدواجن البيضة هتنخفض، ما أنا برضو بقعد أقرأ وأشوف إن في مربيين للدواجن للفراخ البيضة خلاص سابوا الصناعة دي وبيخسروا. منين بيخسروا والكيلو عندي وصل ل 65؟ هل الوسطاء هم المستفيدين من الليلة والمربي هو اللي طالع عينه؟ تعالوا أروح لدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة. دكتور عبد العزيز مساء الفل. مساء الخير استاذ محمد، اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. كم سعر كيلو الفراخ البيضة اللي برشها النهارده؟ النهارده في المزرعه 56 جنيه، في المزرعه بتتباع 61 62 اقصى حد. طيب هل لا زال المزارع في المزرعه اللي بيربي فراخ وعنده عشه وحاجات كده ومزرعه دواجن بيخسر؟ النهارده السعر يعتبر السعر العادل عند 56 جنيه، ده سعر عادل يعتبر ما بيخسرش. لكن في المرحلة السابقة اللي الناس خرجت منها زي ما حضرتك قلت في المقدمة، في ناس كثيرة جدا خرجت لأن كان تكلفة الإنتاج أو سعر البيع لا يتواكب مع تكلفة الإنتاج، وبناء عليه الناس خرجت، وبالأخص صار المربين اللي هم عماد منظومة صناعة الدواجن في جمهورية مصر العربية. طيب هل تتوقع مزيد من انخفاض أسعار الدواجن؟ هو احنا النهارده في حراك جيد، واحنا بنقول الكلام ده كويس جدا. هذا الحراك اللي هو الشركة هيئة السلع التموينية بدأت تعرض مناقصة بحيث ان احنا يتم توريد الصويا او الذرة الاول وبعد كده الصويا، وده ادى الى انخفاض يمكن السعر عمل لسه ما تحركناش. النهاردة الذرة 13300، الصويا انخفضت 2000 جنيه وده شيء جيد جدا، لكن الموضوع الاساسي ده ما بينخفضش سريعا، لاني انا النهاردة لما اقول هجيب بذرة الصويا هتروح العصر تبقى كزبة فول الصويا وارجع اجمع الكلام ده كله وارجع اخش انعمل علف ويرجع اخش دورة انتاجية، فبياخد على الاقل لا يقل عن 50 60 يوم. ده اللي احنا بنتكلم عليه عشان نرجع الناس اللي خرجت من المنظومة، مهم جدا ان انا ارجع الناس دي لان رجوع الناس دي هيزود الطاقة الانتاجية. مين اللي هيرجعها دكتور عبد العزيز؟ مين اللي هيرجع؟ مين اللي هيرجع الناس اللي خرجت؟ اللي هيرجع الناس اللي خرجت السعر العادل. انا النهارده لما اقول انت عندك السعر العادل وعندي جهة رسمية تقول لك ان العلف النهارده انخفض وصل سعره قد كده وانت هتتحرك هتيجي معانا واحنا هنحسب لك التكلفه الفعليه من خلال ناس خبراء ملتزمين، ناس نثق فيهم كلنا وناس لهم راي على السوشيال ميديا ومعروفين بالاسم، ونقول تعال والله كيلو العلف بقد كده، بتاكل قد كده، عندك الكتكوت، عندك الامراض الوبائيه، عندك نسبه نافع، عندك عماله، عندك كهرباء، السعر العادل ليك هيبقى كده، هيخش المنظومه ويرجع. اما اذا سيبناه وقلنا له ارجع مش هيرجع تاني، تظل ان هم خسروا خسائر وهم مدينين النهارده وممكن يتسجنوا. بس هم بيتكلموا على يعني المواطن متوقع سعر اقل خلال الايام القادمه وعاوز يعرف الاسعار ايه في رمضان. استاذ محمد مش المواطن، هو للاسف الشديد في بعض الناس تطلع على السوشيال ميديا وتتكلم وهو ملوش دعوه. على سبيل المثال حد طلع وقال لك ان احنا تكلفه الكرتون البيض 72، على اي اساس؟ انت بتربي؟ انت بتعرف حاجه تربيه؟ تعرف تقول لي الدوره انت جبت تكلف قد ايه؟ تعرف الفرخه دي بتبيض قد ايه في السنه وتكلفتها قد ايه وتقسم ده على ده يطلع لك سعر الكرتونه؟ ولا تقول وخلاص انت راجل موظف مع احترامي ليك انت تتكلم ليه؟ مش في ناس كبرى؟ ما تخلي حد غيرك. يعني انا ده شيء بيخلي حتى المواطن يبقى يعني ساخط على المنظومه، ولما حد يقول لك ده بكره فرخه ب 45 جنيه، مين اللي قال؟ انا بقول لحضرتك لا يستطيع حتى معالي السيد وزير الزراعه يقول لك ان بكره فرخه هترخص. ما عندوش الاليات، ما عندوش الامكانيات المتواجده عنده على ارض الواقع يقول لك ان بكره ده العلف ده هيبقى بدل النهارده 21.5 هيرجع 15 بعد بكره، وبناء عليه دوره انتاجيه يبقى السعر يرجع الى ما كان عليه 38 و36. انا عايز حد يطلع يقول الكلام ده
ويقولوا على الملأ. طب لحظة يا دكتور عبد العزيز، لا بس يستطيع احد اسمعني يقول هذا الكلام. لكن اسمعني انا دكتور بقول عبد العزيز، ناخد بقى اذا اداة شرط حصل كذا اسمعني يحصل كذا محمد. دكتور عبد العزيز اسمعني لحظة لحظة. حاضر. احنا كده صعب توقع سعر كيلو الفراخ البيضة في رمضان من دلوقتي صح؟ طبعا طبعا طبعا. طيب ومفيش مؤشرات؟ مؤشرات مفيش اللي هي تديك الامل السريع. الامل السريع انا لما النهارده الاقي ان الصويا عماله تنزل سريعا جدا تصل الى ما كان ده. استاذ محمد اعمل مقارنه من شهر واحد السنه اللي فاتت والسنه دي، واحد 22 واحد 23. انت عارف حضرتك كان الذره بكام؟ كان 5700. النهارده خلينا بالنهارده بلاش قبل كده، النهارده ال 5700 وصل كام؟ وصل النهارده بعد ما انخفض حوالي 1000 ونص، 13300 13500. لما نتكلم على الصويا كانت ب 8000، النهارده برضه ب 28. لما تتكلم على العلف، العلف اللي هو موجود بكام النهارده حضرتك؟ النهارده ب 21 ونص، كان ب 6 و6 و200 اقصى حد. الاسعار شوف في سنه تفاوت قد ايه؟ تفاوت كبير جدا. انا اتمنى ما تفكرش حضرتك ان احنا مبسوطين ان الانتاج ما بيشتغلش. ما تفكرش حضرتك ان احنا مبسوطين ان المواطن نفسه مدخلاته تعبانه ومتضايق. احنا متضايقين زي ما انا مواطن، انا برضك بستهلك سلعه واثنين وثلاثه وعشره، كان عندي سلعه واحده بستهلك 20 سلعه، فانا عاوز كل الوضع يتحسن عشان المواطن وعشان المنتج. انا بين المطرقه والسندال، انا عشان بمثل المنتج وايضا بمثل المستهلك، لان احنا دور مجتمع لازم نحافظ عليه ونشوف الناس المستهلكين ايه اللي عاوزينه ونجري وراهم. ما اللي احنا بنعمل ليه اهلا رمضان؟ عشان نحاول قدر الاستطاعه ان احنا نساهم ولو جزء يسير جدا للمواطن، جزء يسير جدا ممكن ياثر في المواطن ويرضيه. دعني اشكرك دكتور عبد العزيز شكرا السيد لحضرتك. رئيس شعبه الثروه والداجنه باتحاد الغرف التجاريه بالقاهره.